هو اهم شيء في كرة القدم هو الاستقرار يعني البشري. الى درنا مقارنة ديال الفريقين فغنلاحظوا يعني الكفة متوازنة. فريق الفتح حافظ على الاستقرار البشري بلاعبين ديالو على المستوى التقني، وايضا بركان لم يغير كثيرا الفريق يعني ديالو. غير شيء اللي تغير وهو تقنيا بعد غياب لابا اضطر سكيتيو انه يغير شكل واداء او المستوى التقني ديال الفريق البركاني من اللعب المباشر الى الاعتماد على لاعب ارتكاز العربي، ومن التالي خروج الكره لوسط الميدان والبحث على زيد كروش اللاعب السابق ديال المغرب التطواني والدخول من العمق. هادو هما المتغيرات اللي ربما والملاحظه اللي يمكننا نتحدثوا عليها مع بدايه الموسم، هو تغيير شكل اللعب بركان تدريجيا مع متطلبات المدرب الجديد طارق سكتيوي. غياب لاباكوتجو اضطر الى ربطنا مع الغياب ديال لاباكوتجو اضطر المدرب سكتيوي تغيير الشكل كاملا من اللعب المباشر للاعتماد على جوج ديال الاظهره النمساوي والعزيز على العرضيات والراسيه ديال لاباكوتجو الدخول للعمق. اهم الملاحظات في هذه المباراه وهي يعني القاسم المشترك هو ان الكامبوس سجل في الدقيقه 29 في بدايه المباراه، والنمساوي عادل عبر ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول، وايضا القاسم المشترك هو البطاقه الحمراء ديال الودني في بدايه المباراه والكاس في نهايه المباراه. على العموم مباراه لم ترقى الى المستوى المطلوب في انتظار رفع الايقاع، وهذا المشكل ديال رفع الايقاع يعني المستوى البدني دائما ذكرتها في البدايه ديال الحلقه، ولكن هذا من الموسم 2015 ودائما نبحث دائما عن الايقاع. تنظن على ان لازم تغيير استراتيجيه ديال الاستعدادات لنرقى الى المستوى العالي، خصوصا انه الا كنا غنتحدثوا كثير على فريق النهضه البركانيه.